هون بالمخيم العالم عايشة مع بعض، يعني إذا حدا انصاب أكيد الكل راح ينصاب. ليش ما أنك ملتزم بالحجر المنزلي؟ لأنه ما في التزام، لو في التزام ما شفتنا هيك، من الأساس ما في التزام. ما في شغل أول شغلة، وتاني شغلة ما عم بيقدموا لك شيء حتى إنه تقدر تقعد بالبيت. بتعرفي شي حدا انصاب بالكورونا؟ لا. هلا في 2 من رفقاتي يعني انصابوا بكم دلوز قاعدين. يعني حالتهم كثير صعبة هنا عن جد. أنت الوحيد هون بالمخيم تقريبا لقيتك حاطط كمامة؟ إيه أكيد، لأنه فيروس كورونا مش لعبة يعني. في عالم ملتزمة كثير. فينا نلتزم كلاجئين كمواطنين بهذا الحجر؟ ملتزمين بالبيت، ووقفنا شغل، منعنوا الوضع صعب يعني، وقفنا شغل والوضع صعب، تعبان يعني. اليوم بدك تلتزم، لأنه عم تشوف أنت المستشفيات معباية، بس تتفرج على التلفزيون تشوف مواقع التواصل أنه الفيروس عم يفتك بالعالم، بدك تلتزم إجباري من خوفك على نفسك، على اللي حواليك، على كبار السن. يطلع مثلا نطلع له مشان شغله ضروريه، صيدلي دواء شيء شغله هيك اوكي عادي يعني، بس انه بده يطلع يتمشى ولا بده يطلع يسهر ولا بده يطلع يلعب ورق ولا كذا، ما انه مضطر، لانه الاصابه اليوم بالكورونا مو اي حدا بيتحملها، يعني احتمال يخسر حاله. اغسل ايدي وبلتزم وما بقرب على حدا. لازم ما نطلع برا ونضل ملتزمين ببيوتنا.